تواصل الدولة سعيها الدائم للقضاء على مشكلة العشوائيات، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بمتابعة خطة تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة، حيث تتواصل الأعمال الإنشائية في مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، حيث وصلت نسبة الإنجاز بها 90%. المزيد حول آخر تطورات العمل بمنطقة مثلث ماسبيرو رصدها لنا مراسلنا مصطفى سعد. مستمرة مجهودات الدولة المصرية في تطوير كل مناطق العشوائيات بكل محافظات الجمهورية، ونحن الآن متواجدون بمنطقة تطوير مثلث ماسبيرو، والذي تم تطويره وتحديثه وبناء العديد من الأبراج السكنية والإدارية والاستثمارية. هذا المشروع الذي يحتوي على الكثير من الأبراج والوحدات السكنية المختلفة والإدارية، منها 4 أبراج، برجين للسكن البديل للمواطن المصري، وأيضا البرجين الآخرين، البرج الإداري الذي يحتوي على الوحدات الإدارية والمكاتب الإدارية، والبرج الاستثماري الذي يحتوي على الوحدات الاستثمارية والمول التجاري لسد كل الاحتياجات للمواطنين الذين يسكنون هذا السكن البديل، والذي يأتي بكل الأبراج، يأتي خلف وتحت كل الأبراج المتواجدة بمنطقة مثلث ماسبيرو. وهذه الوحدات وهذه الأبراج والعمارات المتواجدة يوجد بها الجراجات المختلفة لكل المواطنين المتواجدين في هذه المنطقة. هذه الأبراج التي تحتوي على ما يقرب من 936 وحدة سكنية للمواطن المصري، والكثير من المميزات التي توجد بهذه الأبراج التي سنتعرف عليها من خلال المهندس نسيم سليم المدير التنفيذي لمشروع تطوير مثلث ماسبيرو. باشمهندس برحب بك فندي معنا على شاشة دي ام سي، ولو تطلعنا أكثر عن هذا المشروع الكبير وهذا التطوير السريع والكبير، أيضا أبراج مثلث ماسبيرو من العشوائيات إلى التطوير إلى الجمال إلى الرقي. ماذا عن هذا التطوير؟ ماذا عن هذه الأبراج؟ إلى أي مدى وصل العمل؟ ومتى سيتم تسليم هذه الوحدات السكنية للمواطنين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا طبعا في البدايه بنتوجه بالشكر لفخامه الرئيس اللي امر بتطوير منطقه مثلث ماسبيرو، لانها كانت منطقه عشوائيه ذات خطوره من الدرجه الثانيه، وبالفعل تم تحديد ملكيات كل شخص كان موجود، والدوله كانت حريصه على اعطاء كل ذي حق حقه. ففي بعض المواطنين اللي كانوا موجودين طلبوا العوده مره ثانيه الى مثلث ماسبيرو، والدوله وعدتهم ان هي هتبني لهم وحدات بديله لان هم يعودوا يسكنوا فيها مره ثانيه، وبالفعل الدوله وعدت واوفت، والابراج موجوده عندنا برجين للسكن البديل بارتفاع 18 طابق 936 وحده، الوحدات كامله التشطيب من والى، مجرد الساكن هيجيب الفرش بتاعه هيلاقي الوحده جاهزه للسكن مباشره، ميه، كهرباء، تليفونات، غاز، كل حاجه هتبقى موجوده ان شاء الله. احنا عدينا نسبه 95% من تشطيب المشروع، جميع الوحدات جاهزه للتسليم ان شاء الله الرحمن. بنحط الرتوش النهائيه في ان احنا الموقع العام وتنسيق الموقع العام. طبعا في التصميم احنا كنا حريصين كل الحرص على ان احنا نوفر جراشات موجوده، سواء جراشات بالدور البدروم او الدور الاول علوي، دي جراشات داخل الابراج، وفي عندي جراشات سطحيه على شارع 26 يوليو لاستيعاب كم السيارات اللي هيكون موجود، بحيث ما لان المنطقه حيويه، فما ينفعش ان انا اسيبها عشوائيه تاني، لازم يبقى في مكان للسيارات بحيث يبقى ما فيش زحام موجود زي زمان. النهارده برضو عروض الشوارع كلها اختلفت بحيث كل ساكن يقدر يخش ويوصل لمكان الوحده بتاعته في سلاسه تامه. كنا حريصين برضو ان احنا عملنا الدور الارضي دور تجاري، بحيث الساكن اللي موجود في البرج ينزل الدور الارضي هيلاقي متطلبات موجود. طبعا الابراج بارتفاع 18 طابق زي ما قلت لحضرتك، كنا حريصين برضو على توفير كم من الاسانسيرات، حوالي 10 اسانسيرات في كل برج، عشان الناس تطلع الوحدات بتاعتها بسلاسه تم، ما يبقاش في مشكله. وان النهارده ان شاء الله مجرد الانتهاء من الرتوش النهائيه سوف يتم تسليم السكان للوحدات بتاعتهم، والوحدات موجوده، وان الدوله وعدتهم وهتوفي بالوعد ان شاء الله الرحمن، وهيستلموا الوحدات بتاعتهم في اقرب وقت ان شاء الله. شكرا
جزيلا المهندس نسيم سليم المدير العام التنفيذي لمشروع تطوير مثلث مزبيرو. هذا المشروع الذي يحتوي على الكثير من المميزات من الإسكان البديل، وهذا يأتي ضمن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية في كامل المحافظات على مستوى محافظات الجمهورية. هذا المشروع الذي أيضا يوفر السكن البديل والآمن بديلا عن العشوائيات التي كانت بالأمس القريب. هذا المشروع أيضا بيقوم بتوفير وظائف العمل المختلفة لكل المهن المختلفة في إطار كل المجهودات التي تقوم بها الحكومة المصرية لتوفير الحياة الكريمة للمواطن الكريم.